ولنعرف شو هو عنوان فقرتنا الأولى لليوم، خلونا نتابع مشاهدينا المادة التالية. من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالقلق من حين إلى آخر نتيجة صعوبات يمر بها في الحياة، لكن عند بعض الأشخاص قد يصبح القلق شعور يتكرر في أحيان متقاربة ودون أي سبب حقيقي، إلى درجة أنه يعيق مجرى الحياة اليومي الطبيعي. فالمرجح أن هذا الإنسان يعاني من اضطراب القلق. هذا الاضطراب يسبب القلق الزائد وغير الواقعي والشعور بالخوف، وهو يفوق ما يمكن اعتباره رد فعل طبيعي على حالة معينة، كما هو الحال في معظم الاضطرابات النفسية. لم يتضح تماما ما هو المسبب لاضطراب القلق. يعتقد الباحثون بأن مواد كيميائية طبيعية في الدماغ تسمى الناقلات العصبية مثل سيروتونين والأدرينالين تؤثر في حصول هذه الاضطرابات، وتشير المعطيات إلى أن نسبة النساء اللواتي تم تشخيص إصابتهن باضطراب القلق المتعمم هي أعلى من نسبة الرجال المصابين به. لكن ما أسباب الوصول إلى حالة اضطراب القلق؟ والأهم، ما السبيل للتغلب على هذه الحالة؟ الجواب ضمن برنامج صباحنا غير. يعني مثل ما تابعنا نور، كثير من الامور ممكن تدعي الانسان انه يصير هو قلق بحياته، لكن امتى هذا القلق بيتحول من مؤشر طبيعي لاشياء ممكن نتعرض لها بالحياه الى مؤشر خطر بيهدد حياتنا وتصرفاتنا وعلاقتنا مع الناس؟ طبعا هذا الموضوع رح نتفصل فيه ونعرف اجابات عن هي الاسئله مع ضيفتنا دكتوره رولا صيداوي، اختصاصيه بعلم النفس. اهلا وسهلا فيكي دكتوره، يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي دكتوره. يمكن كلياتنا عندنا قلق دائم من كثير من التفاصيل، خصوصا بكره شو رح يكون مخبالنا. خلينا نعرف بالبدايه شو هو القلق الطبيعي وشو الفرق بين القلق الطبيعي وفينا نقول بلشنا بحاله قلق غير طبيعي قبل ما نقول حاله مرضيه. هلا القلق يعتبر هو اضطرابات نفسيه فيزيولوجيه بتتكون من تراكب يعني عده امور، عناصر ادراكيه جسديه سلوكيه بيعكس عنها سلوكيات غير مرغوب فيها غير على غير العاده، اضطراب، توتر، احيانا بعد اذا كانت الحاله شديده هذيان، احيانا بيكون انهيار حسب الحاله ومستوى الحاله. القلق بيكون طبيعي وغير طبيعي حسب انه طبعا القلق الطبيعي نحن فينا نقول بسبب العوامل الخارجية، كل إنسان بيمر فيه، هذا أمر طبيعي، يعني ما في إنسان ما بيمر بمرحلة القلق. القلق الغير الطبيعي بينشأ عن عدة عوامل، سواء نفسية أو عوامل بتكون قهرية قسرية بتكون ضغط على الإنسان. نعم، يعني دكتورة مثل ما فصلتي في عنا نوعين، قلق بسبب الظروف الخارجية وشيء نفسي من الشخص نفسه، يمكن طريقة تصرفه أو حتى تعامله تلقي للصدمات أو تعامل الغير معه لهيك خلينا نحكي شو أسباب القلق بشكل عام. بشكل عام أسباب القلق نحن حنحكي على القلق الغير طبيعي، يعني القلق العصابي، القلق الأخلاقي، القلق المرضي، هي بتكون بمرحلة متطورة. طبعا هي المراحل عدة مراحل، ممكن خوف من المجهول لكن بصورة مبالغ فيها، ممكن خوف من الامتحان، نحن بنعرف كل الطلاب عندهم قلق الامتحان، هذا أمر طبيعي، لكن الخوف أنه ممكن الطالب أو الطالبة يصاب بانهيار عصبي بقاعة الامتحان، هذا غير طبيعي. عندنا قلق بيكون أيضا نتيجة القهر اللي بيمارس على الشخص بالعائلة بالأسرة أو بالمدرسة إذا كان طفل أو بالجامعة، أو نتيجة الظلم بيوقع على الإنسان، يعني أحيانا مثلا بيكون هو ما عنده الشخصية المتوازية متساوية، ما عنده ثقة بنفسه، فبيصير هو أي كلمة بتسبب له قلق وتوتر. طبعا نحن بنرجع دوما الأسباب للتربية، التربية ما بتكون متوازنة، بيكون فيها خلل بالتربية من الطفولة على فكرة. يعني الطفل نحن دوما بنقول لما بيكون عم يحكي بانطلاق
يتحرك ويحكي ويعبر. لاحظ الطفل ما بيخاف الا اذا شاف والدته خايفه، ما عنده قلق. هذا الانطباع بياخده من عائلته، بيقول لك شخصيه امه متردده، الام او الاب. هلا نحن لما تمام استاذه، لما انا بخوف اولادي انه في حرب، في مثلا اي امر كان، هلا الامر واقع، بس لما انا بيشوفوني متوتره كثير فشعور طبيعي، لانه هو اكتسابي هذا، مو يعني مو بالوراثه، هذا القلق اكتسابي بيكون من الحياه، من العادات، من التقاليد، من التربيه ايضا. وهذا اللي بدي اسالك عنه دكتوره، في يقول لك شخصيه متردده، شخصيه جبانه، شخصيه قلقه، كيف نقدر فعلا نتعامل مع الشخصيه القلقه لحتى تقدر تكون بالنمط الطبيعي؟ لانه قلنا بالاخير هو مكتسب للاسف من مجتمعك، من المحيط، من العائله، كل شيء يعني بينعكس بالاخير. نعم. من خلال التربيه، وهي لسنوات بتكون. تمام. فانت لتيجي تصححيها او تعالجيها بدك وقت طويل نوعا ما. كيف فينا نحن اذا عندنا حاله فعلا بالبيت شخصيه قلقه، كيف فينا نتعامل معها ونعطيها نوع من الاريحيه؟ هلا نحن في عندنا قول بنقول اذا خفت الشيء فقع فيه، يعني هذا الامر طبعا مو مباشره، يعني شخص بيخاف من السباحه مثال، بيخاف من البحر، فنحن بالتدريج، لكن بدنا نمارسه ونعلمه تماما انه لا، لازم شوي نبين له الاسباب. هلا الانسان الطبيعي اللي بيجي قلق هو بيتعامل مع اسباب القلق، بحللها منطقيا، بخفف على نفسه، لكن الانسان اللي عنده مشكله مرض فهو بيصير بحاله توتر كبيره. هلا نحن كيف بنقدر نخفف الحالات عن اذا كان عندنا شاب او طفل؟ اول شيء بالتدريب، ثاني شيء نحكي له قصص مشابهة عن قصته، ثالث شيء نخليه يندمج مع العالم الاجتماعي، مع الأصدقاء، بالمدرسة، بالنوادي، الرياضة كتير مفيدة. لتشغليه من هي الحالة. ما نخليه بمتقوقع بالبيت، ما نخليه بضمن، يعني نحن مرينا بأزمة صعبة وإن شاء الله يا رب هيك ما بترجع على بلدنا. إن شاء الله. هي الأزمة الصعبة كتير في شباب ضلوا، خاصة الشباب، فكرة الشباب ما كتير مروا مرحلة القلق بتلاحظي، الأطفال والشيوخ. لانه هدول بيكون يعني الاطفال اذا طبعا مع حسب التربيه، الشيوخ بيكون خايف على عمره اللي مضى وخايف من المجهول، او خايف باي لحظه هو يفقد الحياه، لكن الشاب بشكل عام بتحسي لا فورا يعني متصالح مع نفسه وعنده اندفاع. حتى بالكورونا يعني بتلاحظي نسبه الشباب ما عندهم كثير هالاحتياطات مثل الكبار بالعمر، او مثل الاطفال الصغار عندهم احتياطات اكثر. هي مشكله، هي مشكله، بس انه بالمقابل اذا ناخذها بالناحيه الايجابيه، نحن بنقول لا فعلا انه هاي بتخفف ازمه القلق والتوتر. فنحن هون عنا الشاب بتلاقي لما يفوت بنوادي رياضية، نحن مرينا بأزمة صعبة، هاي الأزمة اللي مرينا فيها تلاقي في شباب ضلوا بجامعتهم مدارسهم، وضلوا كمان بنشاطهم الرياضي أو وظائف إذا كان موظف، بعض الشباب ضلوا معتكفين بالبيت، فصار عندهم فوق الأزمة اللي مرت على بلدنا صار عندهم مشاكل نفسية، اكتئاب، قلق كبير، صار عندهم البعض انهيار عصبي، مرت علينا حالات بشكل كبير خلال هاي الفترة، ويعني اللي هو تقوقع ببيته تأثر أكثر شيء. طيب خلينا نحكي عن عوامل الخطورة. اليوم كل حالة اضطراب نفسية بيكون لها عوامل خطورة إذا استمرت مع الشخص. نعم. وما قدر هو يعرف أو المحيط يعرف إن هو مصاب بحالة هاي الاضطراب ليعالجها. شو حالات الاضطراب المتفاقمة فينا نقول عوامل الخطورة اللي ممكن يؤديها اضطراب القلق؟ هلأ العوامل إنه ممكن الشخص ما يحب يطلع من البيت، يضل بالبيت، أحيانا ما يحب يطلع من غرفته، ما يحب يشوف أهله، هي بتكون نسبة يعني أو نقول مرحلة متطورة، ما بيحب يروح يشوف رفقاته، مين ما اتصل فيه هو غير موجود، بيدوامه يوم بيداوم إذا كان موظف أو طالب جامعة ويمكن أسبوع ما بيداوم، هي الأمور هي بتكون مرحلة متفاقمة، مرحلة صعبة، بيكون هو انتقل من مرحلة القلق لمرحلة أصعب هي مرحلة الاكتئاب، وبعد مرحلة الاكتئاب أنتم بتعرفوا عنا مراحل للاكتئاب. صحيح. إذا وصل للمرحلة الصعبة أو المرحلة الأولى تماما بصير في عنده انفصام شخصية، وأحيانا بصير لمرحلة لا سمح الله الانتحار، وهي أصعب مرحلة وبتمر، وعلى فكرة نتيجة صدمة معينة بتصير بتمر على الشباب إذا ما هو كان قوي وما عالجوه أهله، يعني كانوا يعرفوا المشكلة من بدايتها، يعني ما يخلوا يقول صار كبير. هاي المرحلة وهذا يسألك عنه دكتورة قبل ما نفوت بطرق العلاج إذا كانت الحالة مرضية. نعم. أنا لحتى ما خلي هاي الحالة تتفاقم كيف فيني انتبه؟ يعني كيف فيني أقول إنه في هون لا دقينا ناقص الخطر؟ في كثير من الناس يقول لك لا طبيعي، لا عادي، لا متوتر. نعم. في أحيانا توصل الحالة عند الدكتور بيقول لهم إنه للأهل معقول في كثير من التفاصيل ما أنتم منتبهين لها، أنا كعائلة كيف فيني انتبه على بعض التفاصيل لأقول أنا عم فوت بمرحلة الخطر من حالة القلق؟ هلا بالنسبة للأسرة أنا بقول الدور الأكبر دوما بنوه عليه بكل لقاء هو على الأم، الأم بتشوف ابنها أكثر، بتحكي معه. هلا لا مانع نحن لو ابني أنا شاب، يعني نحن عادة عنا
المصطلح انه البنات مع امهم والشاب مع ابوه دوما الصبي، لا خليه نساله نشوف شو وجعه وشو مشكله. ممكن اذا هو ما بيتقبل مني كأم، لا روح نبعث له مثلا اخته، صديق من العيله، قريب من العيله، يتقرب من ابني يشوف اذا في عنده مشكله. ممكن ما يتقبل مني، ممكن جو البيت مو مريح لابني، نخليه نحكي مع اصدقائه يجوا يحكوا معه يتواصلوا معه، يخلوه انه يشوفوا شو هي المشكله، يعني ما نتركه هو بمرحله الضياع، او نقول نحن انا بسميها مرحله عنا بعلم النفس الموت البطيء. هي مرحله الموت البطيء امتى بيلاحظوا الاهل؟ وقت يوصل لمرحله عم ياخذ حبوب منومه لا سمح الله للادمانات. فهي من النقطه بدنا نعالجها من بدايتها. بدها تنتبه الام اذا الاب يعني يحكي مع الابن، نحاول ناخذه اجتماعات عائليه، ممكن حديقه، ممكن بحر، هي هي بتخفف من الضغوطات النفسيه. اكيد. كمان دكتوره يعني بالماده اللي انعرضت قبل ما نبلش حديثنا كان في نسبه انه السيدات هن معرضين اكثر للاصابه. نعم. حقيقه هالنسبه وشو السبب؟ هل فينا نقول نظام الدفاعي الداخلي للانثى؟ ما هي رقيقه بشكل عام، عندها رقه للانثى بشكل عام. النساء عندهم العاطفه مثل ما قالت الاستاذه يعني نسبتها اعلى. طبعا احنا ما بننكر دور العائله، ما شاء الله هي وصلت لمراحل متطوره متقدمه بالمجتمع، لكن العاطفه بتلعب دور. خوفها على اولادها بيعمل لها قلق، لخوفها على اولادها يعني الضغط يعني تمام. هي بتنقل هذا الامر لاولادها، بتنقل لوالدتها، بتنقل لمحيطها. يعني ممكن انا والدتي هي ما عندها هذا القلق، بس احكي لها شو اليوم شفت مثلا بعملي بالطريق، فهي شو بصير فيها؟ بتخاف علي. هذا القلق عم بنقله انا لاسرتي، لعائلتي، لاهلي، وعم بنقله لاولادي. مثل ما ذكرتي الضغط، اذا كانت موظفه مع امور البيت، مع نحن عندنا بتعرفي خصوصي انا بقول المراه السوريه ما شاء الله مجاهده، يعني بالبيت بتاخذ الدرجه الاولى وبتربيه الاولاد وبالوظيفه بتاخذ المراتب الاولى. يعني مع احترامي لجميع البلدان، لكن المراه السوريه انا بقول فعلا مجاهده. اكيد. خلينا بالختام نعطي بعض النصائح ونقول عن طرق العلاج، ايمتى فينا نتوجه للطبيب، او ممكن تكون الحاله فينا تتم علاجها من خلال مثل ما قلتي الدعم الاسري. نعم. او النفسي العائلي. هلا اول امر تعزيز ثقه الشخص بنفسه، نحاول نطلعه من هالازمه اللي هو واقع فيها من هالمشكله النفسيه، مثل ما ذكرت رياضه، نوادي، اجتماعات اسريه، ندخل شخص. انا دوما بقول انه شخص هو مقرب محبب لابني او لبنتي، سواء صديقه او من العائله، يحكي اثر عليه ايجابيا، هذا الامر بفيد. لو ابني صار كبير عمره 20 سنه، معلش لا مانع اجيب له لو هيك هديه كادو صغير، لو حسب امكانيتي، انا ما راح اقول انه لانه الان الوضع بشكل عام على الجميع صعب، حسب امكانيتي يفرح فيها. نحاول نعزز له ثقته بنفسه، نطلع هالمواهب الامكانات اللي عنده الايجابيه، ما نخليه بدائره الضياع، لانه فعلا هذا حيأثر مو بس عليه مستقبلا، حتى على اسرته. هي اذا استمر بهذا الامر، حتى ما نلجأ للادويه وللمهدئات، لانه هذا امر يعني عم يدمره شيئا فشيء. اكيد. بالختام بدنا نشكر وجودك معنا دكتوره رولا صيداوي، اختصاصيه نفسيه، شكرا كثير لك، ونتمنى الكل يكون قدر ياخذ منك بعض الارشادات والنصائح. شكرا لكم. بدنا نشكرك اكيد دكتوره على وجودك معنا، ونتمنى الصحه والسلامه العامه والنفسيه للجميع. شكرا كثير لك. شكرا لكم.